مساء الخير. في نشرتنا هذا المساء، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرجئ جلسة الحكومة محكومون بسقوف للإنفاق لا يمكن تجاوزها، والحكومة لا ترغب أي تصادم مع العسكريين المتقاعدين. المقاومة الإسلامية تواصل عملياتها ضد العدو الإسرائيلي وسقوط 3 شهداء في الاعتداء على مركز الدفاع المدني في بليدة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن استكمال أسطول السفن الصاروخية لمناورة كبيرة تحاكي قتالا متعدد الأطراف على الجبهة الشمالية. ووزير خارجية الاحتلال يقول لن نصبر لفترة أطول من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي على الجبهة اللبنانية. البداية من كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لسوء الحظ اليوم تفاجأنا بالسلبية بالشارع والأعمال الشعبوية اللي أخذ دور كتير كبير، وحفاظا مني على أي تفادي أي تصادم مع أحد، ولا نريد، ما بدنا نزيد في الطين بلة، بل نحن بدنا نتفادى أي مشكل. لهالسبب اليوم أبلغت الوزراء عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء، وسأقوم بعقد جلسة الأسبوع القادم. هالجلسة كتير حتكون مهمة، لأنه نحن اليوم مسؤولين، وإذا ما صار نقاش داخل مجلس الوزراء وين بده يصير؟ بده يصير بالشارع. نحن نقاش مجلس الوزراء وبناخذ القرار اللازم، ما أخذ بعين الاعتبار أنه نحن مرتبطين ونحن محكومين بأمرين. الأمر الأول عندنا الموازنة، وما بنستطيع أنه نتجاوز الاعتمادات الموجودة لموضوع تحسين الرواتب، والموضوع الثاني موضوع عنا محكومين كمان بعض اتصالاتنا ومناقشاتنا مع مصرف لبنان، محكومين بسقف معين من الانفاق، لانه اي انفاق ممكن انه يتجاوز هالسقف هو ممكن ان يؤدي الى موضوع تضخم، ومنكون نحن اللي اخذناه من ايده اعطيناه بايد الثاني. فبالتالي نحن مش وارد عنا ولا بشكل من الاشكال انه نحن نزيد الانفاق فوق الحاجز او فوق السقف اللي كان موضوع مصرف لبنان بالاتفاق معنا، ونحن مقتنعين بهذا الصف. من هون انا بناشد الجميع انه نحن خلينا نتحلى بالايجابي، وخاصه انه الحوافز كانت معطيه كما طلبوا. هي بتنعطى حوافز مغريه وكبيره للرتب الدنيا بالجيش من المتقاعدين، وهي كانت كمان ترضي مثل ما قالت كل الفئات. فبالتالي نحن اليوم قررنا أجي مجلس وزراء، بتمنى مجلس وزراء أن نعقده بأقرب وقت ممكن لحتى نأخذ هالأمور كلياتها بعين الاعتبار. كرر، سلبية مش هي نتيجة، ونحن حندلنا مستمرين. نحن كمان محكومين أنه ندلنا نصرف هذه الأعمال بالطريقة الحسنة، وخاصة أنه إذا ما قدرنا نعمل الزيادات المطلوبة ونعطي الحوافز المطلوبة للقطاع العام، أنا بحذر والكل يتحمل مسؤوليته. آخر الشهر وزارة المالية إذا ما فتحت سريعاً لا تستطيع تأمين الرواتب، رغم وجود الأموال ولكن ما في موظفين لحتى يرتبوا حتى يأمن الرواتب للكل، للعسكريين والموظفين بالقطاع العام. إلى ذلك أشار ممثل موظفي وزارة المالية في بيان إلى أنه على ضوء الاتهامات التي توجهت إلى موظفي الوزارة حول الحوافز المالية والتي لا تمثل جزءا بسيطا مما يحصل عليه بقية شرائح القطاع العام، فإن موظفي الوزارة يتمنون على وزير المالية يوسف الخليل كشف المبالغ التي تعطى لغيرهم كحوافز والتي يعلمون بها منذ سنة وأكثر وينجزون مستندات صرفها بأيديهم دون أن ينالهم شيء. وإلى الجنوب، المقاومة ترد على الاعتداءات الإسرائيلية باستهداف مواقع المالكية والرادار ورويسات العلم. شهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية بدأت باستهداف بلدة الوزداني برشقات رشاشة غزيرة وعدد من قذائف المدفعية. كذلك تعرضت أطراف بلدة شارون لقصف مدفعي، وتعرضت بلدة بليدة التي لم تلملم بعد أثار الغارة الجوية التي استهدفت مكان تواجد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية لغارة من الطيران المسير. واستهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدتي الخيام
وكفر شوبة وتلت قطمون مقابل بلدة يارون، وشنت غارة حربية إسرائيلية بثلاثة صواريخ على منطقة اللبوني، فيما أكدت المقاومة استهداف مشاهديها موقع الملكية الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخي بركان محققين في الموقع إصابة مباشرة. وأفادت المقاومة في ثلاثة بيانات مختلفة أنه أيضا تم استهداف موقعي رويسات العلم والرادار في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية. وصباح اليوم الجمعة أعلنت المقاومة في لبنان تنفيذ هجوم جوي بمسيرتين انقضاضيتين على مقر قيادة المجلس الإقليمي في مستوطنة كريات شمونة، مؤكدة أن الهجوم أصاب هدفه بدقة. وأكدت المقاومة في بيان أن الهجوم يأتي ردا على الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على مركز الدفاع المدني في بليدة جنوب لبنان. من جهته أفاد الإعلام الإسرائيلي بسقوط طائرة من دون طيار على مبنى في الشمال على الحدود مع لبنان، مؤكدا إصابته بشكل مباشر ووقوع أضرار. وأعلنت المقاومة استشهاد محمد حسن طراف من بلدة بليدة، إضافة إلى شهيدين مسيفين استشهدا من جراء العدوان الإسرائيلي على مركز الهيئة الصحية في البلدة، هما المسيفان محمد يعقوب إسماعيل وحسين محمد خليل. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استكمال أسطول السفن الصاروخية لمناورة كبيرة تحاكي قتالا متعدد الأطراف على الجبهة الشمالية. ووزير خارجية الاحتلال يقول لن نصبر لفترة أطول من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي على الجبهة اللبنانية. الجيش اللبناني يتسلم 3 خافرات و4 زوارق سريعة مقدمة كهبة من الولايات المتحدة الأمريكية. والعماد عون يلفت إلى أهمية دور البحرية في الجيش اللبناني لحماية حدود لبنان البحرية. بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون والسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون وعدد من الملحقين العسكريين، أقيم في قيادة القوات البحرية في بيروت حفل تسلم 3 خافرات و4 زوارق سريعة مقدمة هبة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجيش اللبناني. قائد الجيش أكد أن الهبة ستساهم في تعزيز قدرات القوات البحرية وتطويرها، إضافة إلى مساعدتها في تنفيذ المهمات الموكلة، خصوصا توفير الحماية الأمنية لمنصات النفط مستقبلا. تؤكد هذه الهبة استمرار دعم السلطات الأمريكية للجيش كما باقي الدول والجيوش الصديقة، وتظهر التزامها تجاه أمن لبنان واستقراره وسط ما يعانيه من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متتالية، فضلا عن الحرب الدائرة في الجنوب وما ينتج عنها من تداعيات خطيرة على كل لبنان. لا شك في أن موقع لبنان الجغرافي وواجهته البحرية شكلا له تحديا تاريخيا كبيرا، فهو بوابة الشرق والنافذة على الغرب، وبالتالي يعتبر ممرا مهما للتهريب والهجرة الغير الشرعية إلى أوروبا. ومن هنا أهمية دور البحرية في الجيش اللبناني لحماية حدود لبنان البحرية ومكافحة كل أشكال التهريب والهجرة غير الشرعية. شهدت القوات البحرية في السنوات الأخيرة تطورا لافتا بفضل دعم دول وجيوش الصديقة تسليحا وتدريبا، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، إيطاليا، بريطانيا وفرنسا، وبفضل إرادة عناصرها وتصميمهم على مواجهة كل التحديات وتطوير قدراتهم وصولا إلى تحقيق إنجازات كثيرة. أما أبرز التحديات التي تواجه القوات البحرية في الجيش فهي حماية المياه الوطنية اللبنانية ومنع التهريب والهجرة غير الشرعية وحماية المصالح الحيوية على طول الساحل، تأمين حرية الملاحة الدولية في المياه الإقليمية، حماية منصات النفط مستقبلا وهي مهمة جديدة قد توكل إليها مع ما تتطلبه من تطوير قدراتها العسكرية والفنية، مكافحة التلوث النفطي في البحر المتوسط لأنه يشكل خطراً على كل الدول المحيطة به. السفيرة جونسون أشادت بتفاني عناصر الجيش وعملهم الجاد من أجل لبنان قائلة: أظهر بحارة البحرية اللبنانية أنهم سيستخدمون السفن الجديدة بفعالية لمواجهة التحديات داخل المياه الإقليمية اللبنانية. Today we're formally inaugurating these ships valued at over $25 million as the newest additions to LAF's naval fleet. These 3 Protector-class and 4 Archangel-class vessels represent our commitment to security cooperation between Lebanon and the United States.
This is a priority partnership for the United States, and it's fundamental to our ability to pursue shared multinational security interests. However, the U.S. partnership with Lebanon extends far beyond just today's transfer. 2023, the U.S. committed $130 million in foreign military financing assistance to sustain LAF military readiness and expand its capabilities. So we deeply appreciate the LAF's commitment to stability, countering transnational crime, providing support to civil authorities, and fulfillment of UNSCR 1701. في غزة العنف مستمر وحماس تنتظر مقترح هدنة جديد من محادثات الوسطاء مع إسرائيل. في الوقت الذي واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى وارتكب مجزرة سقط فيها أكثر من 60 شهيدا جراء غارات استهدفت وسط القطاع، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على إرسال وفد بصلاحيات أوسع إلى باريس لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. مسؤول من حركة حماس أكد اليوم أن الحركة اختتمت محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة، مضيفا أنها تنتظر الآن لترى ما سيعود به الوسطاء من محادثات مطلع الأسبوع مع إسرائيل، فيما يبدو أنها ستكون المحاولة الأكثر جدية منذ أسابيع لوقف القتال. إسرائيل بدورها أعلنت أنها ستهاجم المدينة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هدنة قريبا، ودعت واشنطن حليفتها الوثيقة إلى عدم القيام بذلك، محذرة من وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين إذا استمر الهجوم على المدينة. من جهة ثانية، حماس نددت بإمعان الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها أوقعت دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا في كمين هندسي محكم على شارع 8 بحي الزيتون في مدينة غزة، كما قصفت تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني بقذائف الهاون شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة. رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال خطبة الجمعة أن المسؤولية تقتضي أن يرى العالم وقوف الأمة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعا في هذه الظروف الاستثنائية إلى الكف عن خلق الأزمات الداخلية كما حصل في موضوع التمييز في تقديم الحوافز المالية لموظفي الإدارة العامة، وطلب المسؤولين بتلافي أمثال هذه الأخطاء على أن كل ما يجري يؤكد الحاجة للتوافق بين القوى السياسية للخروج من المراوحة في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام عمل المؤسسات. أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة إلى أن الكل يدرك أن ما يجري في غزة هو حرب منطقة لا حرب قطاع، وهي حرب خطيرة. وتوجه قبلان لحكومة تصريف الأعمال بالقول لن تقوم قائمة للبلد دون تأمين الأسواق وموازنة الصحة والبرامج الاجتماعية وحماية اليد اللبنانية العاملة وأعطاء موظفي القطاع العام والمتقاعدين بالأسلاك العسكرية والمدنية حقوقهم، مؤكدا أن مواجهة الانهيار العام تبدأ بتسوية رئاسية ميثاقية. كتب رئيس القوات سمير جعجع على منصة أكس: قال الشيخ نعيم قاسم: نحن حاضرون غدا للذهاب بالاتفاق إلى انتخاب رئيس جمهورية بمعزل عن كل التطورات المتواجدة. ما قصده طبعا الشيخ نعيم أن حزبه على أتم الجهوزية لانتخاب رئيس غدا في حال حصل الاتفاق حصرا على الوزير السابق سليمان فرنجي، وخلاف ذلك ليس واردا لدى الشيخ نعيم لا الاتفاق ولا الانتخاب، إنما المراوحة في الشغور والتعطيل. لبنان ودع اليوم كميل منسة في مأتم مهيب. ودع لبنان كبيرا من كباره وأحد أهم أعمدة الإعلام في القرنين العشرين والواحد وعشرين. كميل منسة رحل في مأتم مهيب حضره وزير الإعلام زياد مكيري وحشد من الوزراء والإعلاميين، نقيب المحررين جوزيف الصيفي، وفي كلمة له نوه بمسيرة الراحل منذ دخوله إلى تلفزيون لبنان وتألقه في مهنة الصحافة والإعلام وكذلك في عالم الإعلان. وفي عالم الإعلان كان ولاد أفكار اشتهرت بفرانتها، وفوق ذلك كان محدثا لبقا آثرا جاذبا أنيقا يعنس إليه ناس من كل الطبقات، وهو ذو نزعة إنسانية جعلته ساعيا إلى الخير وداعيا لدعاة ثقافة السلام وحوار الأديان. و
وبعد الصلاة التي أقيمت في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك، نقل الجثمان إلى مسقط رأسه في صور حيث وري الثرى. رعى وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض حفل افتتاح مركز العلاج الكيميائي النهاري لمرضى السرطان في مستشفى الطوارئ الحكومي في صيدا التركي بتمويل من الهلال الأحمر القطري، وضمن مشروع تجهيز أقسام علاج السرطان في المستشفيات الحكومية اللبنانية وفي إطار المشروع الوطني للسرطان الذي تنفذه وزارة الصحة. الأبيض أكد أن الدولة اللبنانية حقيقة مستمرة بالقيام بواجباتها تجاه أهلها وشعبها في هذه الأوقات الصعبة وأوقات الأزمات. لتأمين 100 ميجا من الطاقة الشمسية لهذا المستشفى لحتى تمكنه أنه يستمر من غير ما يحتاج يضل يدفع تكاليف على المازوت، وهذا المشروع إن شاء الله خلال الأسابيع القليلة لأنه خلص المعدات كلها صارت موجودة على أرض المستشفى. كذلك هنالك قسم غسيل الكلى اللي كذلك سوف نفتتحه إن شاء الله خلال 8 أسابيع، وهو حيكون على مرحلتين، هو المرحلة البدائية وبعدين القسم الأكبر اللي كذلك حيكون. هنالك قسم الطوارئ اللي كذلك حيفتتح بالتعاون مع الجيش اللبناني إن شاء الله كذلك في أسابيع قليلة. وأخيرا حيكون افتتاح أقسام العمليات والإنبيشنز بعد ما يكونوا هالمشاريع اللي عملناها هلا أمنت مورد من الأموال لهذه المستشفى. برعاية وحضور وزير السياحة وليد نصار، حفل تكريمي للنقيب الدكتور منذر كبارة. أكد وزير السياحة وليد نصار أن الوزراء مجتمعين يمثلون رئيس الجمهورية، وشدد على أن الفراغ الرئاسي والشح المالي عاكسنا سياحيا لاسيما في طرابلس الغنية بتاريخها وبأهلها. كلام نصار جاء خلال حفل تكريمي للنقيب الدكتور منذر كبارة نظمته وزارة السياحة تثمينا لجهوده في تنمية السياحة. أنا اليوم ببلد في فراغ رئاسي وما في رئيس جمهورية، نحن الوزراء نمثل رئيس الجمهورية مجتمعين بدون ما نحكي بالنسائية والدستورية، بس أنا باسم لبنان اليوم وباسم وزارة السياحة وكل الموجودين وأهل طرابلس وأهلك عم نكرمك لأنك مستحق. نصار كان قد شدد أيضا على إعادة ربط لبنان بالجوار العربي، ولفت إلى أن انتخابات الرئاسة تفصيل ضمن مشروع إصلاحي كبير، كما دعا إلى إعادة إنشاء وزارة التخطيط. يشار أيضا إلى أن اللقاء حضره عدد كبير من الوزراء والنواب والشخصيات الدبلوماسية والسياسية والفعاليات الطرابلسية. تتابعون النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب، زيلينسكي يقول لن ننجو جميعا في أوكرانيا دون دعم الكونغرس. مع حلول الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قدمت أوكرانيا إحصاء للهجمات التي شنتها روسيا ضدها منذ اندلاع القتال في 24 من فبراير 2022. وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات أن روسيا أطلقت أكثر من 8000 صاروخ و 4630 طائرة مسيرة على أهداف أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. وذكر في تصريحات بثها التلفزيون أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 3605 طائرات مسيرة. وفي الذكرى دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الكونغرس الأمريكي إلى إقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف، قائلا في مقابلة بثت مساء الخميس أن التقاعس عن القيام بذلك سيكلف الأوكرانيين أرواحهم. وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار. وقد وجه زيلينسكي نداءه خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، وردا على سؤال هل ستنجو أوكرانيا من دون دعم الكونغرس، قال بالطبع
بالطبع لكن ليس الجميع. وحذر الزعيم الأوكراني أيضا من أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا إذا انتصر في أوكرانيا. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات، وهي تعد أكبر مانح لكييف على الإطلاق، لكن التمويل الحالي نفذ بينما حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس النواب يماطلون في تمرير حزمة المساعدات الجديدة. ويعارض ترامب المرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر مساعدة كييف، واستخدم نفوذه مؤخرا لعرقلة مشروع قانون أمريكي لإصلاح قوانين الحدود والهجرة كان سيتيح في مقايضة بين الديمقراطيين والجمهوريين بتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا. بايدن يجتمع بأسرة نافالني ويؤكد فرض عقوبات على بوتين. اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زوجتي وابنتي أليكسي نافالني زعيم المعارضة الروسي الذي توفي الأسبوع الماضي في أحد معسكرات الاعتقال، ووصفه بأنه كان رجلا شجاعته مذهلة. وكانت إدارة السجون في روسيا أعلنت أن نافالني 47 عاما فقد وعيه وتوفي فجأة الجمعة الماضي بعد تريده سيرا في مستعمرة بولر وول في العقابية الواقعة فوق الدائرة القطبية الشمالية، حيث كان يقضي حكما بالسجن لمدة 3 عقود. وذكر البيت الأبيض في بيان أن بايدن أبدى خلال اللقاء بزوجة نافالني وابنته داشا أعجابه بشجاعة نافالني الاستثنائية وإرثه في محاربة الفساد وفي سبيل روسيا حرة وديمقراطية يتساوى فيها الجميع أمام القانون. وأعلنت فيكتوريا نولاند وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية أن بعضا من مئات ومئات ومئات العقوبات التي سيعلن عنها في الأيام المقبلة سيستهدف المسؤولين عن وفاة نافالني، لكن معظمها سيطال آلة حرب الرئيس فلاديمير بوتين ويسد الفجوات في نظام العقوبات الحالي. وتتزامن الإجراءات الجديدة مع الذكرى السنوية الثانية لبداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. حكمت القاضية في محكمة أونتاريو العليا بسجن الكندي ناثانييل فيلتمان مدى الحياة بدون إمكانية الحصول على إفراج مشروط قبل مدة 25 عاما بعدما صدم عمدا بشاحنة صغيرة عائلة مسلمة في حزيران عام 2021 قرب تورونتو، مشيرة إلى أنني اعتبرت أن أفعاله تشكل عملا إرهابيا. ويذكر أنه في 6 حزيران 2021 صدم فيلتمان 5 أفراد من عائلة في مدينة لندن بولاية أونتاريو، ما أدى إلى مقتل الأب والأم والابن البالغة 15 عاما والجدة، ولم ينجو من الحادث سوى الابن البالغ 9 أعوام وقد أصيب بجروح بالغة. وفي تشرين الثاني الماضي وبعد محاكمة استمرت 10 أسابيع أدين الرجل البالغ حاليا 23 عاما ويقدم على أنه من أتباع تيار تفوق البيض بارتكاب 4 جرائم قتل. منذ 50 عاما أول هبوط أمريكي على سطح القمر. نفذت مركبة فضائية أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من 50 عاما، لكنها تمكنت من إرسال إشارة ضعيفة فقط حتى سارع مراقبو الرحلة للحصول على اتصال أفضل. وبهذا الإنجاز تعود الولايات المتحدة إلى سطح القمر للمرة الأولى منذ هبوط أبولو على القمر عام 1972. وكانت المركبة الفضائية التي صنعتها وأطلقتها شركة Intuitive Machines الشركة المصنعة والمشغلة للمركبة ومقرها هيوستن، أبحرت حول القمر أمس الخميس في أول محاولة للهبوط الأمريكي على القمر وأول محاولة على الإطلاق يجريها بالكامل القطاع الخاص. وعلى الرغم من الاتصالات المتقطعة أكدت الشركة أنها هبطت في وضع مستقيم، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية، بما في ذلك ما إذا كانت المركبة قد وصلت إلى وجهتها المقصودة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. وبدأت البيانات أخيرا في التدفق وفقا لإعلان الشركة بعد 2 ساعة من الهبوط. أهم المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية حضرت في كنيسة مرمرون الجميزة.
أعظم وأهم المعزوفات والمقطوعات الموسيقية العالمية للموسيقيين العالميين واللبنانيين عزفت في كنيسة مرمرون في الجميزة بحضور حشد من متذوقي الموسيقى الكلاسيكية وعدد من المواطنين. الحفل يدخل ضمن إطار مجموعة الخميس الموسيقية في كنيسة مرمرون ونادي الموسيقى الكلاسيكية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ولفتح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لحضور وتذوق هذا النوع من الأمسيات الموسيقية، كان الدخول مجانياً. البيكاسو دور للعام 2024 في بيروت. نظمت بيكاسو حفلها السنوي لجائزة البيكاسو دور بحضور ورعاية محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعدد كبير من شركات الإعلان والمعلنين ووسائل الإعلام، كما شاركت مجموعة من شركات الإعلان والمعلنين العراقيين لتسلم جائزة البيكاسو دور العراق في بيروت. وقد نظم الحفل في مؤسسة شارل قرم في المبنى المشهور الذي بناه عام 1828 ليكون مقرا لوكالة فورد، واجتمعت لجنة البيكاسو في بيروت لاختيار أفضل الملصقات والفيديو لعام 2023. وكان بارزا هذه السنة أن لجنة البيكاسو دور ضمت 3 سيدات، هن الخطيب والسيدة جومانا ميكاليون والسيدة سارة عساف وهي المديرة المؤسسة لشركة فورس ماجور، والسيد فهد إبراهيم المدير الإبداعي في شركة وندرمان جوردن، والسيد حفيظ مازاني في شركة لوتس كونساي ألجيريا. وتختار لجنة البيكاسو دور أفضل الملصقات من 7 دول تتواجد فيها مجموعة بيكاسو، وهي لبنان، العراق، الأردن، الجزائر ومالي. في الرياضة، فاز منتخب لبنان على سوريا في تصفيات كأس آسيا 2005 لكرة السلة، وإلى ذلك أيضا فاز فريق تجمع شباب بعلبك لكرة القدم على فريق الغازي وتأهل بنتيجة 1-0 وانتقل إلى الدرجة الأولى في إنجاز تاريخي لمدينة الشمس، وفرحة النصر لا تكتمل إلا بالدبكة في بعلبك. ونبقى في الرياضة، حيث فاز اللبناني أرامو كوركوديان في بطولة كأس لبنان للفنون القتالية وحاز على الميداليتين الذهبيتين في مروكوز في الدكويني. كرمال يربحوا بحياتهم يجيبوا نتيجة، لأنه نحن كلنا ذات الشيء بالحياة إذا تمرنا منيح ركزنا منيح، وآخر شيء ما حدا أقوى من حدا، كلنا ذات الشيء، لا أنا أقوى من حدا لا حدا أقوى مني. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.